السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالورد والحب والشعر والبوح والصوت الجريح المختلف دائما. ضيفنا لهذا اليوم شاعر مبدع ومقدم أيضا برامج شعرية ومتفرد وأيضا صاحب صوت، أعتقد الصمت في حرم الجمال جمال، صح محمد البادي؟ حبيبي محمد البادي شاعر المبدع، حياك الله في برنامجك غيم القصيد. الله يحييك ويسلمك يا مازن، سعيد جدا أن يكون موجود معك وسعيد بهذه المقدمة. تسلم. وأتمنى أني أستحقها يعني في مثل هذا البرنامج. نحن مقصرين معك حبيبي يا محمد. حبيبي الله يسلمك، تعنيت وجزاك الله خير، شرفتنا في الاستديو هنا. الله يشرفك. وأنا سعيد جدا أنك أنت أحد ضيوف برنامج غيم القصيد، أنك إضافة كبيرة لهذا البرنامج. أنا الأسعد والله، وبالعكس يعني هاي ما بعنوة، الواحد يعني يتعنى للشيء الجميل دائما يعني، وانت انا متاكد انك جميل يعني. تسلم. وتستحق العنوه والبرنامج يستحق العنوه ما في شك. محمد البادي، خلينا نتكلم من النهايه. احنا في الظهور الاخير لمحمد البادي شفناه كمقدم برنامج في قناه نجوم. طبعا لك من قبل، بس انا اتكلم عن هذا البرنامج بالذات لانه حقق نجاح كبير الحمد لله، وايضا يعني استضاف شخصيات او شعراء مؤثرين على مستوى حتى الخليج، ولذلك في انتشار كبير للبرنامج. ايش اللي اضافه لمحمد؟ والله يعني برنامج هماليل طبعا فعلا هو كان اخر ظهور لاعلامي ممكن يكون كمقدم، كان في برنامج هماليل كان في مشاركات ولكنها مشاركات شعريه، لكن كبرنامج هماليل اضاف لي الكثير من العلاقات. انت اليوم لما يكون الشاعر يمتلك يعني برنامج، انا اقول يمتلك يعني ومركز على كلمة يمتلك برنامج، أنه هو اللي يجيب الضيوف، هو اللي ينسق مع الضيوف، هو يقول هذا ينحط هذا ما ينحط، هو يقول ينعرض الوقت الفلاني ما ينعرض في الوقت الفلاني. لما يصل يعني مقدم البرنامج إلى هالمرحلة يكون يعني يتحكم باللي داخل البرنامج، طبعا من غير مصالح شخصية، يتحكم لصالح البرنامج لصالح الشعر. هني يكون الشعراء وحتى الإعلاميين يكونون مثل اللي يحاولون يعملون معك علاقة واسطة أساس أنك تدخل فلان وتدخل فلان، فاهم علي؟ لما تصل هالمرحلة يعني أعتقد بأن تكسب ناس أنت كان ودك أنك تكسبهم. جميل. تكسبهم يكونون عندك يعني. يعني أنا ما أعرف ليش طرقت لهالموضوع بالضبط، لأن فعلا برنامج هماليل أعطاني كثير من العلاقات مع شعراء كبار أنا كنت أتمنى أن أتعاون معهم. بالمقابل أنا تفاجأت بأن في شعراء أنا كنت أتمنى أن أتعاون معهم هم يسعون أنهم يظهرون في برنامج هماليل، وكان هذا الشيء شرف لي أنا. يعني أن تدخل قامات معاي في البرنامج أنا كنت أشوفهم قدوة يعني حتى على صعيد الشلات أو على صعيد الشعر. أثر على محمد البادي الشاعر؟ والله هو ما أثر، بالعكس يعني أنا أشوفه أضاف لي شيء فعلا، أعطاني أخذ من وقتي كثير يعني، كان إعداد البرنامج والمشاكل اللي تتبع البرنامج يعني أخذت من وقتي كثير. عموما أنا وصلت لتقديم البرنامج وأنا في حالة نفسية مش جيدة يعني، فكان البرنامج جسر عبور يعني لي أنا شخصيا يعني من حياة كانت يعني مش حياة يعني مو بكبرها يعني مو بشيء مأساوي، ولكن شيء على الصعيد الشخصي كان في شيء من واحد يصل احيانا لمرحله من الضيج من الملل من انه يحس انه يعني يبغى يضيف شيء جديد مش قادر. فسبحان الله جتني هالفرصه، كانت جسر للعبور من حاله نفسيه يعني مش جيده الى حاله نفسيه افضل. ما ادري شو اللي كنت بقوله، لكن خذ من وقتي كثير البرنامج، شغلني فعلا شغلني، لكن في نفس الوقت يعني لما أرجع على الأقل اليوتيوب وأشوف حواري مع الشعراء ودخولي في تفاصيل أعرف تماما بأن هذاك الجهد اللي اجتهدته كان لصالح الشاعر ولصالح البرنامج والساحة بشكل عام. والساحة يعني اليوم في شعراء لما تبحث عنهم في اليوتيوب تجد لقاءات فيها الرتابة، متى بديت ومتى هذا، ما تلقى لقاء في دخول في التفاصيل، دخول يعني النبش في بعض التفاصيل. أعتقد أن هماليل كان يعني من أساسيات برنامج هماليل أنه كان يدخل في تفاصيل حياة الشاعر وأمور ينبش عن أمور كثيرة يعني. وبالتالي نجحت في الوصول لحقائق كثيرة، وأنا شخصيا كنت متابعين يعني لهذا البرنامج. أنت المتابعين وكنت من الضيوف أيضا في هذا البرنامج اللي أضافه للبرنامج كثير بأمانة. جزاك الله خير عمد. محمد، خلنا نتكلم عن جانب آخر اللي هو الشلة. نعم. محمد اعتبرني أنا كمازن
ابدا ما اعرف عن الشيشيع، ما اعرف اي شيء عن الشله. صحيح. طيب اريد اعرف من مسندم الى اظفار في البدايه. نعم. فن الشله، عطني تاريخه، عطني انواع، عطني وين وصل اليوم. جميل. فن الشله هو فن شعري. طيب. يعني اذا بنعرف فن الشله هو فن شعري يقدم او يغنى. طيب. بطريقه معينه في بحور معينه باختصار. ممتاز. أن شخص يمتلك صوت جميل ويمتلك نص جميل ويحاول إيصاله للناس بصورة جميلة، بصورة مغناة، مغناة بطريقة تراثية. ممتاز. بطريقة شعبية يعني بنقول. فهذا باختصار فن الشلة. الشلة موجودة من القدم، يعني خاصة في عمان، طبعا عمان مهد للفنون وللحضارات بشكل عام. فن الشلة ينتشر على مستوى عمان ومستوى الخليج، لكن على مستوى عمان في فنون يعني مرتبطة بفن الشلة، مثل تغرود، فن الونة، فن الطارق أو الطارج يسمونه، يعني أيضا نقدر نقول حتى فن العازي، يعني فن من الفنون المؤداة، يعني أو اللي يعني تطلع أو تتفرع من فن الشلة. الشلة تؤدى من شخص واحد، في الطارج احيانا تؤدى من شخصين، يعني يقولون يترادحون او يتطارقون، يعني او يعني واحد يشل البيت ويرد عليه الثاني. الجماعي، فن الشله الجماعي، هذه حربيه او رزفه تسمى، او المحاوره في غرب الخليج، ما ما في 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 عمان والامارات تسمى رزفه، او حربيه او عياله، يعني تسمى تقدم شله بشكل جماعي. لكن الشله المفرده اللي هو صوت واحد بدون اي الات موسيقيه، بدون اي اضافات، في ظل ان اضيفت لها اضافات اليوم يعني لتحبيبها اكثر ممكن، ولكن الفن الشله هو فن يؤدي شخص بمفرده. ممتاز. بطريقه معينه وفي بحور معينه يعني. ممتاز. اذا افهم من كلامك بهالطريقه انه في اغلب محافظات السلطنه موجود بس بتنوع يختلف يعني من مكان الى مكان. طيب. يعني ولكن هو يعني في الباطنه مثلا، الظاهره، البريمي، يعني هاي موجود بشكل كبير. يعني الوسطى والشرقيه طبعا ما في شك، اظفار لهم فنونهم يعني الجميله، لان لحن الى الان نحاول ان نصل يعني لبعض الفنون من اظفار، نستشفها، نحاول ندخلها يعني في 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 اعمالنا الجديده على اساس يعني توصل للمتلقي بشكل اكبر يعني. جميل. المنطقه اللي انت فيها طبعا محافظه البريمي، نعم، اشتهر يعني ما انا ما اعرف كيف اتكلم عن هذه النقطه بالذات، لان في لبس صاير عند المتلقي بشكل عام في الخليج. في فنون تؤدى، هي فنون مشتركه تقريبا. صحيح. بيننا وبين الامارات العربيه المتحده طبعا، نعم. دول يعني جغرافيا احنا مشتركين في بعض. فانت كمحمد البادي هنا، كيف ممكن انك تظهر الجانب اللي كانوا اجدادك العمانيين، خلينا نقول. صحيح. كانوا يؤدونه كشله، ايش الشيء اللي يميزه عن الشيء اللي موجود في الدول الاخرى؟ والله يعني شوف، انا يعني موضوع ان يميز الشله هني، انها تميز، انا ما اعرف، انا ما ابى ادخل مدخل يعني احاسب عليه، لكن الشله لم ترتبط يعني تاريخيا باقليم معين، يعني الحدود صارت، يعني الحدود بين الدول نقدر نقول يعني صارت من 50-60 سنه او من 40-45 سنه في بعض الدول. الاشخاص التراثيين واشخاص الشعراء كانوا يقدمون هذا الفن، سواء كانوا في هذا الاقليم او في هذا الاقليم يعني. لكن ما في شك ان تاريخيا يعني هذه الفنون نبعت من عمان، يعني بحكم ان عمان يعني مكان نبعت منه حضارات ونبعت منه شعوب كثيره يعني، وبعضها هاجر بعضها لا زال، يعني ما بندخل هذا المدخل ايضا. لكن التمييز انه يميز، ما في شيء يميز، لكن انا اعتقد يعني وجهه نظري الشخصيه، بأن فنوننا نحن والإمارات أصبحت اليوم متقاربة جدا بحكم الارتباط التاريخي بيننا وبينهم. يعني ولكن أعتقد أن في بعض الفنون نحن نعنى فيها أكثر من غيرنا يعني. جميل. يعني الشلة موجودة يعني في كل دول الخليج. جميل. أنا اللي قصدي يعني كساحة شعرية مثلا، بسبب يعني خلينا نقول حدود، حتكون ساحة شعرية، ساحة شعرية عمانية، الإماراتية، السعودية،
كل ساحة شعرية بسبب أن الإعلام واحد والتداخل والاحتكاك بين الشعراء خلى أن كل مجال له خصوصية نوعا ما. صحيح. لذلك أنا سألتك عن هل صحيح. في فرق بين الشلة أو الساحة لا زالت مشتركة لليوم هي ساحة الشلة؟ والله ساحة الشلة لا زالت مشتركة، خاصة الشلة اللي أقدمها أنا، اللون اللي أقدمه أنا. جميل. محبذ في عمان والإمارات بشكل كبير أكثر من دول الخليج الثانية. جميل. يعني في عمان والإمارات أكثر، ولكن أعتقد يعني بأن الفرق بين في الموضوع هذا الشلة اللي أقدمها أنا تحبذ في أجزاء معينة من عمان، أما في الإمارات بشكل عام يحبونها. يعني ما أعلم شو السبب، ولكن يمكن يكون لتنوع عمان الجغرافي، يعني أن نحن جزء من عمان يحبون هذا اللون كثير اللي أنا أقدمه، لكن الإمارات بشكل عام يحبون هذا اللون. لذلك دائما جمهورك يا من عمان ومن أجزاء من عمان أو من الإمارات بالكامل. جميل، واضح كذا. خلنا نسمع شيء محمد. والله أنا ما بسمعكم قصيدة في خاطر إني أقولها. بسم الله. هي ما بتكون شلة يعني، بعدها هي لموقف معين يعني حصل معي. قديمة هي القصيدة لكني ما كنت قلتها في منبر. يعني يقول: المجد مطلوبي وأنا مطلوبة، لو كان غيري يعتبرها كذوبة، كذبني اللي ما فهم تفكيري وأنا نجحت وغيري طال رسوبة. يا سلام. المجد مطلوبي وأنا مطلوبة، لو كان غيري يعتبرها كذوبة، كذبني اللي ما فهم تفكيري وأنا نجحت وغيري طال رسوبة. وسامحت من أخطأ لو إنه عذره، ما يبرر إنه يرتكبها ذنوبه، لكن حشمتكم وحشمة نفسي خلتني أقبل زلته وعذروبه. إن كنت كفوا للمواجه قرب، لعلمك معنى الندم والتوبة، وأعلمك بأن الرجال تسامح، وأن التسامح في الرجل يسموبه. أنا محمد بن سعيد البادي، سيف إذا حمل وغى يعزوبه، يكفيني إني من عيال الشيبة، من يد وافي ومن عرب منسوبة. كفوك الطيب. إن كنت كفوا للمواجه قرب، لعلمك معنى الندم والتوبة، وأعلمك بأن الرجال تسامح، وأن التسامح في الرجل يسموبه. أنا محمد بن سعيد البادي، سيف إذا حمل وغى يعزوبه، يكفيني إني من عيال الشيبة، من يد وافي ومن عرب منسوبة. الشعر فيني من خلايا في يدي، والشعر يديني ترى تغنوبة، ما يبتشين من طرف ويانب، وممشيت في درب هلي ممشوبة. الشعر فيني من خلايا في يدي، والشعر يديني ترى تغنوبة، ما يبتشين من طرف ويانب، وممشيت في درب هلي ممشوبة. إن كنت صلبا في اليبل متربي، وأهل اليبل ناسة تدل دروبة، من دوت دار مزبنين الخايف، هامات في ويه العدو منصوبة. ما همني طول البحر أو قصرة، أغني هجينيه أو مسحوبة. ما همني طول البحر أو قصرة، أغني هجينيه أو مسحوبة. أنشيت من فني وصادق حسي، شاعر يحير الناس من أسلوبة. والمجد مطلوبي وأنا مطلوبة، لو كان غيري يعتبرها كذوبة، كذبني اللي ما فهم تفكيري وأنا نجحت وغيري طال رسوبة. يا سلام. سؤالم. صح الله لسانك. صح بدنك. من اللي استفز محمد البادي؟ والله هو موقف فعلا يعني موقف فعلي يعني كان يعني يتطلب مني أن أكتب كذا. البعض يعني لما يجد شخص يشل شلات يعتقد بأنه ما يكتب شعر، أو أنه يعني هو مش عيب أنك ما تكتب شعر عموما يعني، ولكن البعض يعتقد بأنك أنت فقط يعني تجد نصوص مؤدي، تجد نصوص جاهزة وتشلها، أو أي أحيانا ممكن حتى يعني تتعاون مع شخص بأنك أنت تنسب قصيدة لك وكذا يعني يعتقد كذا. وكان هاي القصيدة ردا على مثل هالشيء يعني، وكان فيها نوع من الفخر، ويعني وأنا أعتذر عن اللي يعني ممكن يكون أنا شوية بالغت، ولكن قصائد الفخر هكذا يعني. فعلا. لا بالعكس. طيب محمد، موضوع يمكن الشخص اللي استفزك عنده وجهة نظر، أنا بطرح وجهة نظره. نعم. ما أعرفه طبعا الشخص، لكن وجهة نظر كثير من الشعراء أن في شعراء يعتمدون، أو في خلنا نقول يعني ما بنقول أوكي شعراء. نعم. في شعراء يعتمدون على صوتهم لإيصال قصيدتهم. صحيح. محمد البادي طبعا وجهة نظر مازن هدابي يعتمد على الاثنين. صح. شعره وصوته. صحيح. هو مبدع في النهاية. نعم. ويمكن هذا الشخص يجهل أن محمد البادي
مبدع وشاعر. لذلك يمكن لذلك هاجم محمد. طيب محمد انت ما ملاحظ بشكل عام بشكل عام في الساحه مؤدي الشله شاعريا اقل من شعراء الساحه؟ فعلا انا وافقك الراي بان شعراء الشله يعني صحيح مش كلهم، ولكن شعراء الشله يعني يمكن الشله تتطلب منك انك ما تكون عميق زياده عن اللزوم في كتابه شعرك. يعني لا يمكن انك انت يعني تشل قصيده فيها عمق او فيها الافيهات او ما تسمى افيهات او ما تسمى فلاشات في القصيده، يعني مش دائما تركب يعني بعض الشعراء اليوم يمكن يستعين بمصطلح انجليزي صحيح في قصيدته، ما يصلح انك تقدم في النهايه. هذا الشله شيء تراثي اكثر ما هو حداثي او حديث. فيعني لذلك يمكن الشله تلزمهم بانهم ما يكونون عميقين زياده عن اللزوم، ولكن في شعراء شله يعني يكتبون السهل الممتنع، والسهل الممتنع ترى مرغوب بشكل كبير، يعني يتداول بشكل كبير خاصه اليوم يعني في ابيات نحن نشوفها يعني الشاعر المتمكن والمتمرس نشوفها انها بيت عادي لكنه متداول بشكل كبير، لانه ممكن يكون يعني صنف من ضمن سهل الممتنع. لذلك الناس تحب الشيء السلس اللي يدخل الاذن بسرعه، يعني يدخل دخول او يمر على الاذن مرور لطيف. جميل. يعني اكثر ما هو يخليه يفكر مثلا كيف يابها كيف فاهم علي لهي فعلا. طيب محمد انت يعني كشاعر ايضا وشاعر شله، نعم، كيف تحكم على نجاح قصيدتك او شلتك؟ والله انا شخصيا في الشله كشله من ردود الناس. يعني اليوم نحن موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني احيانا تجد شله دخلتها او نزلتها انت في السوق مثلا، تجد ان يعني ردود الفعل اللي توصلك المشاهدات عن طريق اليوتيوب مثلا، تجد ردود الفعل احيانا يعني اليوم مثلا على سناب شات مثلا في شله تنزل توصلني على الخاص انا ناسي يشلونها، هني التمس شيء من النجاح. يعني يقولون يعني ما ادري المقوله انه قالها، لكن اذا حفظ لك بيت شعر يعني فانت شاعر. فتجد ان في اطفال احيانا يعني في شلات انا عندي شلوها اطفال مثلا صغار في السن في مدارس وكذا، ما ادري انا التمس النجاح من هني. اكثر قصيده نجحت والله كثير، يعني انا ما باهضم حق، بس لكن هي سبب النجاح كانت يعني سبب الوصول مداومني ما شفت الافراح، يعني كانت سبب دخولي يمكن للساحه الخليجيه بشكل عام. طبعا هب النسيم كان قبلها، لكن البعض ما يعرف ان هب النسيم كانت لمحمد البادي، لكن الاعلام المرئي اول ما ظهرني بمدامني ما شفت الافراح، حبوني الناس من هذه الشله وتتالت. يعني بنسمعها ولا بنسمع غيرها؟ والله نسمع غيرها، لان اعتقد بان الناس يعني شبعوا منها يعني كثير. لا بالعكس الجمال ما يشبع منها. الله يسلمك يا حبيبي. هاي شله يعني انا اقولهم اليوم حطوا لي ماي وايد لان استهلك ماي. ايش ذاك؟ طيب هاي شله يقول لي على غيرك ما يتهنى بي ويعل غيري ما يتهنى بك. يا سلام. انت اول واخر احبابي وانا اول واخر احبابك، انت في وسط اللي برابي مبين التلي على ثيابك، ولا انا ماني بالعرابي مختلط طيني مع ترابك. يا سلام. يعل غيرك ما يتهنى يا بي ويعل غيري ما يتهنى بك، انت اول واخر احبابي، انت اول واخر احبابي وانا اول واخر احبابك، انت في وسط انت في وسط اللي بالرابي مبين التلي على ثيابك، ولا انا ماني ولا انا ماني بالاعرابي
اختلطيني مع تراب كنت حقي انت حقي وانت هولابي من بني عمك انا ولابك انت حقي انت حقي وانت هولابي من بني عمك انا ولابك صاين انك صول قرايبي لو انا ماني من اقرابك انت تفهمني انت تفهمني وادرابي وفاهم وش فيك وادرابك لا تقوله لا تقوله شوق عنا يا بي ادري ان الشوق عنا بك شوف كيف شوف كيف الحب سوى بي كيف وقفني على بابك يا الغيرك يا الغيرك ما يتهنى يا بي ويا الغير ما يتهنى بك. الله قلبك صاحب دنك تاخذنا مكان ثاني حبيبي الله يسلمك مبدع ما شاء الله الله يسلمك محمد خليني اخذك شويه الى تصريحاتك نعم عن الشله السعوديه والشيله السعوديه نعم ما اعرف احس في فرق كبير بين شيلاتهم وشيلاتهم نعم طبعا هو في فرق كبير فعلا طبعا انتشرت الفتره الاخيره الشلات السعوديه بالضبط او هم يطلقون عليها شيلات طبعا انا عندي اعتراض على اسم اصلا شيلات يعني اصلا هن تاريخيا اسمها شله يعني شله اسمها شله ما في حاجه اسمها ما في شيء اسمه شيله يعني هذا باعترافهم حتى هم يعني ولكن هم درجت معاهم كلمه شيله هي شله في السعوديه يعني الشله اصبحت يعني في مصطلح عندي انا اغنيه مستحيه يعني فاهم علي اغنيه على استحياء واضح يكون ايقاع يعني في بعض الاضافات يعني شبه موسيقيه مع الاوتوتيون طبعا اوتوتيون الصوت طبعا هاي ما تسمى شله يعني يمكن هو عندهم فنون هذه معاهم بس انها بالنسبه لنا هذه ما تعتبر شله يعني تعتبر اغنيه مقاربه للاغنيه ما يمنع ان اللون هذا نجح أو وصل حتى العمان وصل بشكل كبير يعني أنا هنيهم على النجاح اللي وصلوا له في هذا لكن اعتراضي أنا على الموضوع الشلات السعودية يعني موضوع الألحان يعني في كثير من مؤدين الشلات هذه الألحان عبارة عن ألحان مسروقة من أغاني معروفة أو من شلات معروفة أنا عندي تقريبا 3 شلات يعني يقابلهن 11 شلة يمكن أو 12 شلة في السعودية ألحاني ألحان شلاتي يعني منهن لحن هب النسيم يعني من هب النسيم يعني نزلت على لحن هب النسيم 7 ألحان فأدليل وصول اللحن ولكن هاي تعتبر سرقة طبعا لكن لما يعني أنت عجبك اللحن أوكي اكتب اللحن يعني مقتبس من الفلان الفلاني أو لما حد يناقشك في اللحن هذا
لا تنسب لنفسك، يعني يقول انا سمعت هذا اللحن يمكن يكون مقارب للحن الفلاني، اوكي مقبول، لان هاي نحن يعني ما نسجل الحاننا في 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 حقوق ملكيه او كذا يعني، ولكن عرفا يعني على الاقل محد يعني يناقشك في في لحن مش لحنك لا تقول لحني، لانه فعلا مش لحنك يعني. طبعا ما يمنع ان يعني هذا الشيء ما معناته اني انا اهضم حق المؤدين الشلات السعودية، في ناس أبدعوا جدا يعني مبدعين جدا يعني موجودين في الساحة، ولكن عدد كبير منهم يعتمد على ألحان أغاني أصلا معروفة ومشهورة عندنا يحولها إلى شلات وأصبحت شلة، وبعدين يعني يسمى منشد يعني عندهم، أنا يعني يسمونهم منشدين يعني، أنا حتى كلمة منشد يعني حسها ما يعني نحن أنت يعني كمازن تشوف كلمة منشد يعني أقرب لأن أناشيد الإسلامية اللي نحن انتشرت هنا، يعني شلة يقدمها شاعر شلة أو راعي شلة كذا بهاي الصورة. أنا عندي اعتراض ممكن عن هالأشياء، لكن يعني أنا لا أهضم ما أهضم موضوع نجاحهم، نجحوا، ولكن أنا ما أتصور ولا أعتقد أن هذه تسمى شلة عندنا على الأقل في عمان والإمارات، هذه ما تسمى شلة بالنسبة لنا، إذا كان عندهم يتسمى شلة فهم هذا شيء راجع لهم هم يعني. أثروا إيجاباً أو سلباً على الشلة بشكل عام؟ والله أثروا سلباً. سلباً، جميل. في مؤدين سعوديين أو خلنا نقول خارج عمان والإمارات للشلة، أنت بالنسبة لك أنت كمحمد بادي يعتبر مبهرين؟ والله تعرف أنا ليش أنا ما بقول لك ما بأذكر أسماء، أنا تعجبني يعني يعجبني مثلاً فن الزامل. جميل. في السعودية. جميل. فن الزامل يعجبني، وأديت فن الزامل في يوم من الأيام في مهرجان صلالة. من اعجابي بهذا الفن، وقلت ان هذا الفن يؤدى في 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 دول الخليج يعني في السعوديه وفي الكويت في قبائل يعني معينه تؤدي في في اليمن طبعا. يعجبوني اشخاص معينين يعني تعجبني شلات معينه، اما كاصوات انت ما تسمع اصوات في في في, في, في ما تسمع يشل لايف يعني. يعني انا قعدت مع كثيرين منهم لما يشل لايف ما عنده صوت، ما عنده صوت، بيعتمد على التيون. إذا يعني في مشاهدين يعرفون شو يعني الاتوتيون، أكيد تعرف الاتوتيون يعني هو تعديل الصوت في الشلة، فيطلع الصوت يعني جميل حتى لو يعني يصير جميل حتى لو مش جميل. طبعا مش كلهم ولكن عدد كبير منهم، عدد كبير منهم. بالإضافة لأنك أنت لما تدعي هذا الشاعر المنشد مثل ما يسمونهم لازم تشغل بلاي باك يعني، ما في حد يعني نادر سمعت واحد يشل لايف، ما يطيعون لأنهم معتمدين أصلاً على الأتوتيون. طبعاً عدد كبير منهم مش كلهم أساس أنه يعني أنا ما نهضم حق المبدعين منهم، لأن في مبدعين كثير يعني، وأنا أوجه لهم تحية المبدعين وغير المبدعين يعني. طيب محمد إيش رأيك نطلع فاصل قصير و... جميل. طيب جميل. بعد الفاصل عندنا فقرة اسمها منشور، هذا من إعداد قصي منصور. بالضبط. طبعاً وجهنا داعي قصي نبش عنك من أول ما دخلت. الله يعينك. الله يعينك. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أعزائي المشاهدين فاصل قصير وراجعين لكم. حياكم الله اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم ورجعنا لضيفنا المبدع محمد البادي، حياك الله يا محمد. احييك وسلمك. جاهز للمنشور؟ جاهز. جاهز. متأكد؟ الله يعينه. اوه. انا صورتي وانا صغير. طيب. محمد صغير. هذه الصورة تقريبا اعتقد في الثمانينات. نعم، نهاية الثمانينات. ايش اللي تغير في 2016؟ والله تغيرت امور كثيرة يمكن على الصعيد الشخصي يعني. يمكن صرت أكثر نضوجا عن قبل يعني، ولكن تغيرت أمور كثيرة يعني. جميل. وإن شاء الله أنها تكون للإيجاب يعني. محمد البادي الطفل الصغير اللي اليوم في 2016 له جماهيرية كبيرة وقصائد تردد مع الجميع، أعتقد شيء كبير متغير. والله أتمنى يعني، كنت أنا يمكن أكون يعني من الأشياء الطريفة في صوري وأنا صغير. وأنا صغير كانت الوالدة تقول لي الله يحفظها يعني، وجه لها تحية أكيد بتتابعني يعني. كنت أطلع في مكان مرتفع في البيت عندنا واللي في الحارة يسمعوني وأنا أغني، وأنا فهذه من الأشياء اللي يعني مشهور فيها وأنا صغير يعني، أن صوت يعني صوتي واصل الحارة كلها مزاعق وغنى والنشيد السلطاني، ويعني هاي الصورة ذكرني بالأشياء. طيب محمد، أنت في 19/8/2015 نشرت هذه الصورة في تويتر، باسم يوسف. نعم. إعلامي ملهم.
ايش الهمك باسم يوسف؟ والله انا الهمتني يعني الهمتني الثوره والطفره اللي حققها في مجال الاعلام. يعني وانا من محبين البرامج الحواريه جدا وبرامج توك شو مثل هاي اللي يقدمها باسم يوسف. يعني كنت اشوف له لقاء انا ما بالضبط اعتقد على روتانا خليجيه او يعني احد القنوات ما اذكر بالضبط، ولكن الهمني طريقه تفكيره كاعلامي كشخص حقق ثوره في فتره وجيزه يعني في عالم الاعلام بشكل عام. بشكل عام جميل. طيب قبل عن عدي مرحله باسم يوسف، انا ما اعرف شفت لك صوره طيب ما اعرف طيب لك تعليق والله هذه البادي يصلي بالناس والله هذا شيء يعني شيء من الايجابيات يعني في الحياه اني توجد لي صوره كذا. انا بامانه هذا في اعتقد بعد هذه الصلاه عرض عليك انك تكون امام مسجد عرض علي بامانه. يعني انا صليت في اذكر في احد المولات في دبي ما ادري من التقط الصوره بامانه، لكني انا دخلت وحصلت بتجمع يعني معظمهم عرب على يعني اجانب جاليات فقالوا لي صلبنا. انا من النوع اللي ما عندي مشكله يعني بامانه، يعني لما يكون يعني ينزهوني اللي معاي ويقولوا لي جدا ما عندي مشكله، يعني ما مش يعني من النوع اللي يتخوف من هالشيء. دخلت وصليت بالجماعه، طلعت من المول تفاجأت بأن صورة وصلتني على الخاص في الانستغرام تقول لي يعني ما شاء الله صوتك جميل كان وكذا كذا كذا، فانتشرت الصورة يعني وصار وعرض عليك أن تكون عرض علي بأمانة، يعني حتى من يعني وزارة الأوقاف شؤون الدينية في السلطنة يعني عرض علي الموضوع، لكن يمكن أعتقد أنه في تكاسل مني أنا يعني، لكن عرض علي. وأنا على فكرة كنت ولا زلت يعني قارئ القرآن وإن شاء الله يثبتنا عليه، ولكن أعتقد أن يعني اللي درس معي في المدارس يتذكر أني كنت أقرأ القرآن في الإذاعة يعني بشكل تقريبا يعني في الأسبوع مرة أو مرتين في الإذاعة بشكل. طيب أنا ممكن يكون لي شيء حصري؟ لا إذا تكرمت أنا أطلب منك أسمع بآيات بصوتك. والله يا أخي أنت فاجأتني، لكن يعني بنقول الفاتحة يعني. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. لا تعليق. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، لا حسيت رعينا حاره الله يسلمك ما شاء الله، عساها تشفع لنا يعني اللهم عساها تشفع لنا. طيب محمد انا عندي صوره هنا حالك. نعم. انت واخوانك. طيب فاريد تتكلم عن كل شخص في هذه الصوره موجود بالمختصر، يعني ايش اضاف لمحمد وكيف علاقته فيه؟ جميل والله، هو يعني كلهم اخواني انا احبهم. اكبر واحد اللي شالني طلال. طبعا طلال أخو الكبير يعني. نعم. في البيت الأخو اللي يعني نحن نعتبره سند بعد حياة الوالد الله يرحمه. ويعني أكل كل احترام وتقدير وألجأ له في الظروف الصعبة خصوصا. يعني اللي بعده طارق اللي هو على يساري. أنا يعني طارق قد تكلم عنه بعد إذنك. أوكي. أنا حضر لك أشياء حال طارق خاص. أوكي طارق، وبعده وليد. طبعا وليد اللي أكبر عني. نعم. يعني اللي يعني أكبر عني بسنتين. ويعني وليد من الأشخاص اللي أنا يعني أو من الأخوان اللي ترافقت معهم حتى في أيام مدارس، كنا يعني في نفس المدرسة دائما، كان يراعيني يعني ولأني أنا أصغر عنه يعني. يا سلام. طيب طارق هو في حد أغلى منك؟ إلى صاحب القلب الكبير. أي أو يستاهل. هذه الكلمات أنت كتبتهم لطارق أتوقع في سنة في سنة إذا ما خاب ظني يعني قبل تقريبا 3 سنوات.
أو سنتين. نعم أنا هذه كتبت لها الشيء والله أنت هالأمور أنا ما أعرف من وين يبتوها، لكن هاي الصورة يعني أنا كتبتها وكنت جايب لها هدية يعني طارق. طارق يعني ما أنا ما ب ب ب يعني بكبر وايد طارق، بيقولوا بيعد إخواني الثاني بيزعلون يعني، لكن طارق يعني رافقني كثير يعني رافقني طارق يعني حتى لما كنت أقدم في برامج أو أن أسير للقاءات كنت أنا ماسو كنت صغير يعني، اللي كان يشلني طارق اللي يعني حفزني وياي طارق يعني، لذلك طارق له معزة خاصة يمكن تكون يعني بحكم يعني ما أدري بس له مكانة خاصة عندي يعني. جميل. حتى في صورة ثانية في أعتقد نفس الشيء قبل تقريبا 3-4 سنوات أنت نزلتها وكتبت عليها كاتم أسرارك، هذا أكثر شخص يسمعني وكاتم أسرار الله يحفظه. وطبعا أنا أتوقع حسب ما بحثنا أن طارق كان سبب رئيسي في وصولك لشاعر الشلة، برنامج شاعر الشلة. نعم راعي الشلة بالضبط، وخروج محمد للإعلام بشكل عام يعني هو ثاني أكبر إخوانك. إيه وثاني أكبر إخواني، وفعلا مثل ما قلت لك اللي هو كان يوصلني دائما يدعمني يعني، مش يدعمني الدعم لازم يكون واحد من نفسه، لكن اللي يقول لك جو هيد يعني مؤمن اللي فيك، مؤمن فيك يقول لك يلا توكل ركب السيارة أنا بوديك يعني حتى لو عندي شغل أنا فطارق ما قصر معي صراحة من هاي الناحية. بالإضافة لأني أنا طارق يعني يمكن يكون يعني حتى يضايق مني من كثر ما أنا يعني أزعجه يعني بأفكاري بأموري، إجلس معاه أحكي له أمور يعني مشاكل خاصة ومشاكل عامة ويعني وبيني وبينه كثير يعني، حتى أعتقد أنه يعني أحيانا يقول لي بسك يعني طفرت بي يعني، بس طارق يعني بالعكس يعني هو أخو وأخو وصديق في نفس الوقت. بشكل عام الشاعر يعني محتاج قلب يسمع له فعلا ويدعمه بشكل عام. طيب محمد قبل أن أنتقل للبوست اللي بعده والمنشور اللي بعده بنبدأ عاد ندخل في الجامد، احنا ياسين نضحك قبل شوي بعد شيء بندخل أشياء جدية، فخليك جاهز عشان تجهز بسمع منك شلة. حلو. نقول شلة وفيها أبياتها في الأخير. بسم الله. يقول من مشاعر صدق وإحساس الكلام جيت بأهدي لك من إحساسي شعر عانقي النجمات من خلف الغمام وانزلي كأنك تباشير المطار كوني الشمعة وسط جنح الظلام يا شروق الشمس يا أخت القمر ارسميني حلم شفتيه في منام واللطيف كحال عيونك سهر ارسميني حلم شفتيه في منام واللطيف كحل عيونك سهر ناظريني وارسلي روس السهام واطعني عاشق قضى عمره صبر منك حتى الجرح ياتيني سلام والنزاف منك بعتبر عطر. يا سلام يا سلام. ما عشقتك ما عشقتك غير وصلت الهيام وبعشقك فيما بقالي من عمر وبرسل أشعاري مع سراب الحمام وبنثر إحساسي على أطراف الشجر ما أشوفك ما أشوفك غير في وسط الزحام أي زحام وهو في غيرك بشر. يا سلام. هتقل لي من أشوفك كيف أنام من طلوع الفجر لطلوع الفجر أعترف بأن النساء بعدك حرام لو غزاني الشيء وتعبني الكبر واعذريني ما بقى عندي كلام
عاشقك، معذور حتى من العذر، عاشقك معذور حتى من العذر. يا سلام سوالم. صح الله قلبك يا أخي. صح ما شاء الله، اللهم لا حسد. حبيبي أنا حار وأنا خايف عليك ترى على فكرة يعني. معلي أنا شو اسمه بتخذ إجراءات معك. لا ضروري. طيب خلنا نبدأ في تغريدة لك محمد. نعم. تغريدة لك غردتها تقريبا في 2016 تقول ما أدري أحس هالشاعر معطاي أكبر من حيبة، رأيي خاص. أنا ما أريدك تقول لي الشاعر اللي معطاي أكبر من حيبة، لكن كثروا الشعراء اللي معطاين أكبر من حجمهم في نظر محمد. والله في نظري أنا وفي نظر من يفهم في الشعر، يعني في ناس يعني في تعمد من الإعلام أحيانا التركيز على أشخاص دون أشخاص. يعني أنا ما أتكلم عن الإعلام بشكل عام، يعني مش الإعلام في عمان يعني، ولكن في أشخاص يعني صار عليهم تركيز أكثر من غيرهم يعني لأسباب أنا ما أجهلها يعني، ولكن يعني أعتقد أن في بعضها أسباب قبلية يعني وأسباب علاقات شخصية، ولكن يمكن يبقى موضوع العلاقات الشخصية هذا بحد ذاته ذكاء للشاعر يعني أن يكون يمتلك علاقات شخصية. لكن شو ذنب الشاعر اللي ما عنده علاقات شخصية أو أنه يعني ما عنده هذه الجبيلة اللي تسنده وهو شاعر جميل؟ موجود القبيلة لليوم في الإعلام بشكل عام؟ موجودة إلى اليوم، موجودة مواقع التواصل الاجتماعي على فكرة. يعني البعض يعتقد بأنها يعني هي مواقع حديثة وبعيدة عن هاي الأمور، هي يعني اليوم موقع التواصل الاجتماعي من أكثر الأشياء اللي أثارت النعرات القبلية. يعني أنا في أشخاص أتابعهم مثلا يعني هم من قبيلة معينة، مثلا إذا كتب أي تغريدة تجد أن أبناء قبيلته كأنه يعني واجب عليهم أنهم يسووا له رتويت كلهم. لذلك يعني في 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 نجاح للشعراء بسبب قبائلهم، وفي نجاح للشعراء بسبب أيضا علاقاتهم الشخصية، وفي نجاح للشعراء لأنهم شعراء. طيب أنا أسمع هذا الكلام منك ومنصدم محمد على فكرة. تعرف ليش منصدم؟ لأن أنا بالنسبة لي أحس أن يعني خلينا نقول جهاز التصفية في وسائل التواصل الاجتماعي معدوم، فبالتالي أحس أن ما أعرف الشعراء والإعلاميين بشكل عام في وسائل التواصل الاجتماعي بالبركة، يعني عكس الإعلام الرسمي. الإعلام الرسمي فيه فلتر معين، حتى الصحف والجرائد إذا تجاوز الشاعر راح ودخل الجو هذا وكون الجماهيرية بدعم معين يعني. لكن في وسائل التواصل الاجتماعي لا، الشعراء موجودين والفنانين موجودين والكل موجود، كل موجود. فليش الدعم القبلي بيكون موجود يعني للكل؟ صعب أحس الموضوع. هو القبلي مش للكل، ولكن لشعراء دون شعراء. شعراء دون شعراء. أيه. يعني الشاعر اللي يتغزل في قبيلته دائما يفتخر فيها؟ لا، يكون مدعوم؟ لا، بس لأن من القبيلة الفلانية أنا دعمه. وإذا كان من قبيلة أخرى؟ لا. إيه يعني خاصة في التقاليد. وهذا إحنا نتكلم عن الجزيرة العربية بشكل عام. نعم بشكل عام. نعم. يعني يمكن نحن في عمان مش كثير موجود معنا، لكن بشكل عام في دول الخليج يعني نحن أيضا نحن ما نجرد نفسنا من دول الخليج، ما نجرد نفسنا من الساحة الخليجية كشعراء. طبعا. طبعا. لكن يعني القبلية موجودة، وعلى فكرة الشلات أحد الأسباب انتشار القبلية في الفترة الأخيرة بشكل كبير وإثارة النعرات، وهذا بشهادة أصحاب الشلات يعني. يعني أثارت نعرات قبلية. جميل. تسمح لي أطلع فاصل؟ تفضل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير راجعين لشاعرنا المبدع محمد البادي، كونوا على السمع والشوف. فلوس ما شاء فلوس شعراء فقراء يا أخي. إيه والله. والله ما حطونا فلوس يا أخي. إيه والله ما في فلوس. فلوس أنت تبغى نتكلم عن فلوس ولا أتكلم؟ تتكلم عن الفلوس؟ إيه والله. محمد أنت من زمان تطلب فلوس؟ أنا أطلب فلوس والله من زمان. زين هذا عاجبني فيه ترى على فكرة يعني. أنا أذكر من 5-6 سنوات طلبوك قلت هذا سعري. إيه. وهذا الشيء حلو. إيه. توقع إنك شعر شلة ممكن تطلب فلوس؟ شو ممكن لأني في فترة فترات أنا بعد تراني يعني صار علي طلب كثير لا بعد رجوع. إيه صار الزحمة علي. ف لازم تقلل مشاركاتي. ايوه قلل مشاركاتي في طلب الفلوس يعني. وعلى فكره في شعراء يعني استشاروني في الموضوع هذا، نطلب فلوس لما نطلب؟ قلت له انت يعني وصلت مرحله لازم تطلب. اطلب يعني اليوم الحين لو تقول لي مثلا مازن يطلب ولا لازم يطلب؟ لازم اطلب فلوس. مازن لازم يطلب. زين طيب الفلوس تاخذها كنت تستثمرها في الشعر محمد؟ جزء وجزء لا. جميل. لكن انا الشعر استفدت منه ماديا والحمد لله يعني. يعني انا مو من الناس اللي ينكرون جميل الشعر يعني ابدا. جميل. طيب احنا كنا في فاصل وهمي. اوه لا 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 هذه فقرة اسمها فاصل وهمي؟ لا. طيب بس شو اسمه؟ الحين بنطلع فاصل حقيقي. طيب
أعزائي المشاهدين نطلع فاصل حقيقي وراجعين لكم مع ضيفنا محمد الوادي. الشوق ياخذني ليهم واسري لهم من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لاقوني على الباب. حياكم الله أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم ورجعنا لضيفنا في فاصل حقيقي. أي والله كافي. أمور طيبة. طيب محمد، خلنا نتحاور عن موضوع آخر. إحنا لاحظنا في يعني لما كان قصي يبحث في منشوراتك بشكل عام، لاحظنا بعض التعليقات. نعم. إذا تسمح لي بعرضها على المتلقين. تفضل. هذه مثلاً، هذه الصورة كانت تقريباً قبل نفس الشيء سنة وسنتين. هذه الصورة. نعم. ففي تعليق مكتوب: تجنن باللبس العماني، اتمنى انك دائما تلبسه وتفتخر فيه لانك عماني. ايش ردك على مثل هذه التعليقات؟ ما في شك انا افتخر بلبسي العماني، ما في شك. طيب، ولكن يعني هو هذا التعليق يعني في غرض مبطن منه. يعني انا مش اول تعليق على صوري، يعني وتعرضت كثير من يعني هذا التعليق. انا افتخر بلبسي اللبس العماني ما في شك، وانا اصغر من اني اقول اني ما افتخر. يعني هاي بلدي وأنا أفتخر فيها وأفتخر بلبسها مهما كان، لكن يمكن ظهوري بلبس مغاير للبس العماني الرسمي هذا اللي أثار، يعني أثار حفيظة البعض، والبعض تكلم وانتقد. وأنا جميل يعني، وأنت لذلك في يوم من الأيام نزلت هذا المنشور، وهذا يعني يدعم موقفك اللي يعني شرحت فيه. أي نعم، شرحت في هذا. فكتبت في الصورة: صاحب جلال سلطان قابوس حفظ الله ورعاه يظهر مرتديا للغترة والعقال، على عكس ما يعتقد العامة أن الغترة والعقال ليست من الأزياء الملبوسة قديما في عمان. المعرفة بالتاريخ مهمة جدا للجيل الحالي الذي لا يعني كلام كبير مكتوب. طيب. لك انزل. فأنا أتكلم أنك أنت حطيت هذه الصورة عشان تبين نفس الشيء، أن هذا اللبس اللي أنت لابسنه مش لبس دخيل عليك، بالعكس هذا من تاريخك وتاريخ أجدادك. نعم. طيب محمد، إلى اليوم في انتقادات على اللبس؟ أي لا زالت تجيني الانتقادات. طبعا هو اللبس الناس شافوه في عندي علي يعني في برنامج همالين، تظهر به. نعم. بهذا اللبس اللي هو الغترة والعقال. نعم. كندورة العربية أو البريمية. نعم. فالبعض يعني انتقد هذا الشيء، ولكن هذا اللبس تاريخي موجود في عمان يعني. بالضبط. مثل ما هو موجود، هو مش حصر على أي دولة خليجية. بالضبط. يعني في بعض التعليقات وصلت لمرحلة أنها تقول أنك يعني محمد البادي تجنست، صح؟ لا، هو فعلا كثير الكلام يعني أني أنا تجنست بعد ما شافوني بالغترة والعقال. لا والله أنا ما تجنست، يعني لا زلت يعني أحمل الجنسية العمانية وأفتخر فيها يعني. طيب، على طاري يعني على هذا الطاري، أيضا لك تغريدة في 2016 20/7: الوطنية لا تعني أنك تستصغر تجربة الدول الأخرى مقارنة بدولتك. صحيح. محمد، في مغردين كثير يستصغرون من دول أخرى عشان عشان يبرزون وطنيتهم. فعلا في كثير، يعني خاصة الفترة الأخيرة في ناس فهم الوطنية غلط. يعني أنا وطني يعني مثلا ألغي الآخر أو أن الآخر يعني ما أعتبره، يعني في حال أن يعني مثلا تصرف دائما تصرف دولتي صحيح، إذا حصلت دولة ثانية مغايرة لهذا التصرف أو هذا القرار أحاول أني أصغر من حجم هذه الدولة لأنها بس قالت هذا القرار. يعني أنا أعتقد أن اليوم السياسة فيها كثير من المراهقين سياسيين يمارسونها، يعني المراهقين سياسيين طبعا. لذلك أنت كتبت تغريدة في 2/6/2016 تقول: من أضاعنا كتويتر هم السياسيين. صحيح. تقصد المراهقين سياسيين. المراهقين سياسيين فعلا. طيب. اليوم تجد تويتر مليء بالسياسة أكثر ما هو مليء من بأي شيء آخر. تبغى مخصص للشعر تويتر محمد؟ لا والله أبغى مخصص للتفريج عن النفس. يعني أحيانا الواحد يريد يكتب في مكان بدون قيود. يعني تويتر مكان للتغريد، واسمه يعني غرد يقول يعني بعيدا عن النشاط، بعيدا عن حتى احيانا حتى الشعر، احيانا يعني شعر 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 في تويتر في انستغرام، شعر سناب شعر كله. يعني بعد ترى الناس تمل، يعني تبغى الشيء يعني اوكي بين الخمس تغريدات ست تغريدات تحط لك تغريده شعر. جميل، تقول مقوله.
الله يرحمه ويغفر له. اللهم امين. تغير وجهك محمد. ايه يعني الله يرحمه. اللهم امين. محمد لو سمحت لك الفرصه انك تلاقي المرحوم، ايش الشيء اللي كنت بتقول له؟ والله هو يعني بقول اني يعني بحب راسه. يا سلام. يعني محمد ممكن تقرا لنا الابيات اللي كتبته؟ ايه يقول: مرحوم يا من راح عمره مشاوير، ما بين صلح البين ومواصل ارحام، مرحوم يا من غيبته المقادير، اللي خذاه الموت وهو ساير ينام، اللي حياته غير وموادعه غير، واللي ترك في غيبته جملة ايتام، ناسه وربعه والرجال المناعير والمجلس العامر معازيم واكرام. الله يرحمه. واسف اني لا قلبت جروحك نوعا ما. هو يعني الله يرحمه ويغفر له، هو طريق الكل، لكن يعني مثل حياه الوالد الله يرحمه، يعني ما كل شخص عزيز عليه ابوه يعني، وانا يعني انا اللي شليت الوالد الى الله يرحمه. يعني طبعا قصي اصر علينا ان يكون حاضر في هذه اللحظه الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. من الشخصيات اللي اثرت كثير في حياتك. جدا جدا البادي. طيب محمد، انت نشرت ايضا في 2014 نشرت ما علمك صوت المطر كيف احتريك في الانستغرام، مقطع يعني من اغنيه اعتقد عاير ما علمك صوت المطر كيف احتريك، هي اغنيه لعبد المجيد عبد الله. بالضبط بالضبط. أيوة كلمات فهد المساعد. ايوه بالضبط. طيب انا خلطت بينها وبين اغنيه اي اغنيه ثانيه اللي هي عايض ايضا غنى لفهد المساعد. طيب محمد خلنا ندخلك في باب اخر، الاغنيه ومحمد البادي. محمد انت غنيت اغنيه اولى لك وبعدين رفضتها او شيء من هالقبيل، او ما تعترف فيها، او كرهتها، او يعني ما احبها. ما تحبها؟ يمكن ما احبها، ولكن هي عمل موجود يعني موجود. للي يبغى يبحث عنه. طيب موجود. اعتزلت الغناء صح؟ نقدر نقول اعتزلت الغناء. طيب اسباب دينيه محمد؟ ايه هي اسباب دينيه. ليش تسمع اغاني محمد؟ بس انا اسمع اغاني. الفرق بين الحالتين ما ادري، ولكن يعني يعني شوف اذا طلعت كمغني يعني في النهايه بيكون في تكسب من وراء الغناء يعني. والغناء امر مشكوك في امر، انا لا يعني ما ادخل في التحريم قطعا يعني، واعرف ان البعض بيقول لي انت شو تقول قاعد يعني، ولكن انا ما ادخل في 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 فتاوي، ولكن انا ما اعتقد بان الغناء محرم قطعا. جميل. لكن على الاقل تسمع ولا يعني تكون انت سبب في سماع ملايين يعني. جميل. غيرك احنا محمد يعني الوقت ترى على فكره يمضي بسرعه ما طبيعيه، عندنا خمس دقائق فانا بحاول اختصر بعض الاشياء. تفضل. عندك تغريدة في 2012 تقول فيها: ستبقى سرا لن أبوح به لأي أحد إلا نفسي، جمعني بك القدر أم لم يجمعني، كنت لي أم لم تكن لي، فدع الأيام تفعل ما تريد. تتذكر الشخص اللي كاتب لهذه التغريدة؟ والله هي ممكن، شوف ممكن تكون حقيقية، وهذا الشيء يعني أنا أعتقد يعني ممكن تكون حقيقية ممكن تكون خواطر، ولكن إذا كانت حقيقية فأنا في النهاية إنسان يعني يعيش يعني في مجتمع ممكن يتعرض لأشياء معينة، وتأكد بأن تماما بأن هذه التغريدة واضح فيها يعني الصدق، يمكن يكون فعلا ممكن تكون حقيقة ممكن تكون لا. من 4 سنوات محمد عسري هذا الصوت. أوه. الفنان خالد محمد. أنا عموما الفنان خالد محمد أنا كنت هني مش معروف على فكرة إعلاميا يعني ولا بظاهر يعني، ولكن انتشرت لي كانت هب النسيم، لقيت بالفنان خالد محمد في عرس في دبي، وقال لي سلمت عليه قلت له انا ابغى اخذ صوره معك، قال لي انا ابغى اخذ صوره معك انت فلان الفلاني، انا سمعت لك الشله الفلانيه او الاغنيه الفلانيه كنت منزله، فيعني كان موقف جميل يعني. طيب محمد على السريع. نعم. هذه الصوره. اوه. هذه في اي مرحله كانت من بالمرحله الثانويه، اول ثانوي او ثالث اعدادي اول ثانوي. جميل. طبعا انا يعني من النوع اللي طلع الشنب واللحيه فيني من هنا يعني شو اسمه. طبعا كنت ساير المشاركه الشعريه في مسندم للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه في مسندم. مشاركتك مشاركه بشله. نعم ما شاء الله. في صف اول ثانوي يعني.
الله يحفظك يا محمد. طيب محمد احنا يعني انا عندي منشورات كثيره، اعتذر من قصين ما اقدر اعرضها عليك لان الوقت يداهمنا. فالفقره الاخيره في برنامجنا اسمها بالمختصر. جميل. بالمختصر عباره عن 5 أسئلة. حلو. نسالها لك ونجاوبنا بشكل مختصر. جاهز؟ خلاص تعدينا المرحلة الصعبة، أمورنا طيبة. أوكي أوكي تفضل. طيب، بيت تحفظه لشاعرة وعجبت به. بيت أحفظه لشاعرة، والله ما يحضرني شيء لحد الحين. يعني ما تعجبك الشاعرات أبدا؟ تعجبني الشاعرات، لا في شاعرات يعجبني، خاصة يعني في الفترة الماضية يعني في شاعرات. جميل. ولكن يمكن يكون يعني شاعرة غنائية كاتبة قديما يعني. جميل. هي فتاة العرب يعني مثلا من الأشخاص اللي أحفظ لهم. جميل. بنعم أو لا. أوكي. هناك برنامج تلفزيوني شعري عماني كان مفترض تقدمه وراح لغيرك؟ نعم. طيب ليش راح لغيرك محمد؟ ما أعلم. أنا ما عندي التفاصيل يعني. طيب أنا بعد البرنامج بيكون في فاصل وهمي، أنا أريد أعرف التفاصيل. أوكي. طيب محمد السؤال الثالث، اختار القبيلة أو الوطن؟ وطن. جميل. رابع سؤال، بيت شعري توجهه لشخص في بالك؟ إن كنت كفوا للمواجه قرب، لعلمك معنى الندم والتوبة، وعلمك بأن الرجال تسامح وأن التسامح في الرجل يسمو به. يا سلام يا سلام عليك، ظهرنا فعلا استفزك هذا الإنسان. عموما السؤال الخامس والأخير محمد، من ينافس محمد البادي في مجال الشلة أو الشيلة؟ طبعا أنا أعرف أن وجهة نظرك ما حد ينافسك، بس ما أعرف إذا بتقولها هذه على هؤلاء. لا يعني بأمانة إلى الآن كشلة مش كشيلة، الشيلة هم يعني لهم جوهم لهم منافسينهم لهم جمهورهم، يعني كشلة ما في منافس. محمد البادي ينافس نفسه. ينافس نفسه، وهذا شيء مش لصالحي يعني، أنا ما قاعد أتفاخر فيه، مو بمشي صالح. جميل جدا. طيب محمد الختام مسك دائما، فاحنا بنسمع شيء منك في الختام ان شاء الله. جزاك الله. شله جديده نزلتها من فتره، تشرف انها تكون معك. الله يسلم. قول يا من هزني بعده، يا من هزني بعده، يحسب ان البعد شيء عادي، ما وفى كان بصده والبادي، ما عرف وش ياه وش حده، ومن دهابه ينوي ابعادي، وش لقى في البعد والصد غير همه وضيق وانكادي، كان لمبد دايما بده عن جميع الخلق في بلادي، وفي الغلا ما حد وصل قدم الحضر والاهل الوادي، كنت لفلين والشدة تحت أمره وبين الأيادي، وكنت أغني من كثر ود حبكم وسط طل حشا سادي، محيرين البعض من مد يوم كنا فول اعدادي، يوم شل القلب ما رد يتبارد ولا رادي، يا سلام. ليت يدي يقرب اليد، وليت يده من بني بادي، كنت بوقف واحد وعنها ما بيحدني حادي،
وآه يا من هزني بعد يحسب النال بعد شي عادي ما وفى عندي على وعده وكان بالصده والبادي. يا سلام يا سلام، صح الله لسانك، صح صح ختام مسك. يا سلام عليك. إذن أعزائي المشاهدين وصلنا للختام، في الختام أشكر الشاعر المبدع محمد البادي على تشريفه. شكرا والله مش مجاملته فيك، حلقة استثنائية بوجوده. الله يسلمك، أنا اللي سعدت بهذا اللقاء معك. جزاك الله، وسعدت بالالتقاء بالجمهور، وشكرا لكم، وسامحونا على القصور، وسامحونا يعني إذا قدمنا شيء ما يليق. ما عليك قصور، جزاك الله خير. جزاك الله خير. والشكر أيضا أعزائي المشاهدين لكم، تقبلوا تحياتي أخوكم مازن هدابي، كنت معكم في الإعداد والتقديم، وأيضا أخونا قصي منصور في الإعداد لمنشور اللي ورط فيه محمد البادي، وأيضا مخرجنا المبدع دائما سلطان البحري وطاقم العمل كافة. نشوفكم إن شاء الله تعالى على شعر.